هل تغسيل الأم لطفلها وتنجيته ينقض وضوءها؟ إذا مست فرجه مباشرة فإنه ينتقض وضوءه، إذا مست ذكره أو دبره مباشرة من دون حائل فإن هذا ينقض الوضوء. نعم، أحسن الله إليك. أما إذا كان هذا من وراء حائل، لبست قفازين أو لفت على يدها خرقة، هذا لا ينقض الوضوء. نعم.